اهلا بيكم في فيديو جديد ان شاء الله. النهارده هيبقى فتح باكات. دلوقتي دي جوائز الالتيميت تيم ذا سيزون، فالمفروض انها من احسن الجوائز اللي ممكن تيجي عليك على مدار السنه عموما. انا كنت بلعب الاسبوع ده زي ما كلكم عارفين، كنت بلعب من غير فرقه، كنت بلعب بفرقه انتريدبل كلها، مش صارف مريم مع الفرقه كلها غير تقريبا كان نيمار بس هو اللي تريدبل. نيمار ب 200,000 يعني، فتمام هو الوحيد اللي كان تريدبل معايا وبس. جبت بيهم تقريبا جولد 2 وقفت عليها، لان انتوا زي ما انتوا عارفين كان عندي امتحانات ولسه عندي امتحانات، كان لسه عندي امتحان خلصان من ساعتين بالظبط من دلوقتي، كان لسه خلصان من ساعتين الحمد لله، جه حلو. فانا متفائل بصراحه على وقت الجوائز، انا متفائل على وقت الجوائز ان يعني ممكن تبقى جوائز حلوه، مش عارف، متفائل والله النهارده غير كل اسبوع. فحتى هغير انا في الاختيارات بتاعتي وانا بختار في الديفيجن رايفلز. تقريبا انا جبت رانك 1 صح؟ انا كده رانك 1، هاخد غالبا التريدبل بيكس، هاخد التريدبل بيكس المره دي مش الانتريدبل. انا حاسس ان انا بصراحه ممكن يطلع لي حاجه النهارده. فتمام، خدت دلوقتي التريدبل بيكس وهاخد كمان زي ما شفتوا انا جولد 2، فباذن الله يعني احنا جولد 2. احنا دلوقتي على الاقل معانا بيكتين مضمونين من الالتيميت تيم اوف ذا سيزون، فيا رب يعني. انا بسم الله الرحمن الرحيم هبدا ان شاء الله، مش عارف والله بالشمال ولا باليمين، بس تعالى نروح على اليمين الاول. بسم الله الرحمن الرحيم. بس يعني انا نفسي يا جدعان، بصوا في الاول انا نفسي ايه الكروت اللي انا نفسي فيها اقول لك. سانشو مش هبقى زعلان يعني، مش هحلم واقول لك بقى نيمار ومبابي يعني كلنا عايزينهم يعني. انا مش اكيد لو جالي حاجه زي كده مش هقول لك ليه مثلا، بس انا بقول لك الحاجات الرياليستيك شويه او الحاجات اللي ممكن تجي لي شويه. سانشو ممكن مثلا يكون ايه، لا سواريز مش موجود، ايه اللي انا بقوله ده. سانشو والله العظيم فاكر مين تاني، بس سانشو هو اقل حاجه انا ممكن ارضى بيها بصراحه. بنزيما هتبقى مش قوي بس تمام. خلينا نبدا يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم، اول بكايه يا رب يا كريم. لويس البرتو بنزيما ارنولد، حلو والله، والله حلو، والله العظيم حلو، بكات حلوه. انا البكات حلو يعني، انا ممكن بصراحه هاخد دلوقتي ما فيهاش كلام، هاخد بنزيما. بنزيما اصلا كنت بلعب بيه من شويه، ما فيهاش كلام بصراحه هاخد بنزيما. واو، لا بكات حلو، بكات حلو والله. بنزيما حلو قوي، الكارت يوزبل جدا جدا جدا. بسم الله الرحمن الرحيم، خلينا كارت تاني يا رب يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم، سمر اكيد سمر، بس كيميتش، كيميتش حلو برضو يعني. انا جيلي كيميتش وبنزيما، انا شايف ده تطور كبير جدا بصراحه. ايه ده، ايه ده برضو فورستور، فورستور هاي ميديوم، اوف حلو فشخ ادواردو ده، فينيس وفلير، واو كل حاجه في الدريبل بتاعته فوق 90 مع الرياكشن. الواد فورستور، فورستور بيلعب في سيلتيك يعني، لينك مع فورست مثلا، بس فورست لسه ما طلعلوش كارت، بس ايزي يتعمل له لينك ان هو فرنش يعني، ايزي ان هو يتعمل له لينك فرنش. طيب انا مش عارف كيميتش ده هيبقى هاي لو، خلاص كيميتش، خلينا ناخد كيميتش، يبقى كيميتش وبنزيما. انا شايفها حلوه جدا بصراحه، انا راضي جدا على البيكات دي، بيكات انا شايفها بصراحه ممتازه. يعني بيكات تقريبا دي اكتر بيكات يوزبل في يعني في حياتي من ساعه ما بدات فيفا 20. انا حاسس من احسن بيكات يعني، دي احسن بيكات جات لي بصراحه في فيفا 20. فيفا 19 كنت على فكره يعني مش هقول لك محظوظ، بس كان اللاك بتاعي احسن من كده شويه يعني. فيفا 19 جالي كان في باكات كانت بتتعمل اللي هي اليو سي ال باكس وحاجات زي كده، يو سي ال باك او يضمن لي لعيب يو سي ال من اليو سي ال اسمه ايه، تيم اوف ذا تورنمنت عموما. عملتها جالي نيمار، عملتها جالي نيمار، بعدها على طول فتحت يو سي ال التو رير بلايرز يو سي ال وبتاع، جالي بعدها مبابي ده في فيفا 19 والله العظيم الاثنين ورا بعض. فيعني انا في 19 كنت محظوظ شويه بصراحه، فيعني فيفا 20 ما طلعليش ولا كارت تقريبا حلو غير تقريبا سون، ودي دلوقتي بنزيما والتاني. فانا شايف بصراحه حلو جدا. بسم الله الرحمن الرحيم، بوردز يا رب، ماشي. يعني في سبين خلاص، خلاص بوردز يعني، قلت مثلا ايه ممكن يجي حاجه مثلا زي فاران لسه تتباع، مفيش مشاكل. رابيا شغال حلو جدا والله. بنزيما وكيميتش انا شايفهم بيكات حلوه جدا. نايس، ما توقعتهاش بصراحه النهارده، بس خلينا نبدا مثلا برقم 3. توقعتهاش النهارده بصراحه ان البيكات بتاعتي
هتبقى حلوه كده بنزيما وكيميتش. طبعا في احسن من كده بكتير بكتير بكتير، بس انا يعني مبسوط باللي حصل. برازيل فكك ده نيتو غالبا نيتو 85 نايس والله نايس والله. الخيمينيز كمان نايس نايس والله حلو فشخ. ده انت يا عم غوره تمام حبيبي. المهم يعني لحد دلوقتي والله بكاد لا يعني تعرف لك انت طبعا اغلبكم اصلا هو بيتفرج اللي هو خلاص يا عم بنزيما وكيميتش اللي هو يعني ده المفروض اقل حاجه تجيلك، او يعني هو بصراحه كان ممكن يبقى يجي اكثر من كده. مش يعني اللي جالي ده مش كذر والله، الجالي حلو. انا شايف بنزيما مع كيميتش حلوين جدا، بس كان ممكن يجي مثلا ايه ترينت مثلا وهندرسون، انا لا عايز ده ولا عايز ده. فيعني بنزيما وكيميتش انا شايفهم حلوين. ايه ده يانج السلامه. انا شايف بنزيما وكيميتش بصراحه حلوين، يعني تقريبا انت زهقت مني من كتر ما انا بقول لك بنزيما وكيميتش حلوين، بس فعلا يعني انا راضي على بيكات زي كده. يا عم بورتز بقى خلاص بقى ما تزعلش، يعني انت علشان جبت لي بنزيما وبتاع ماشي. يعني بصراحه كيميتش ده ممكن يشجعني دلوقتي ان انا اجيب لوندوسكي مثلا، لان لوندوسكي انا حاسه دروب في البرايس. ويا رب يعني بنزيما زي ما انت شفت انا كنت اصلا شاريه ب 520 500، انا بعته ب 520. عايز اوريكم برده بعد ما افتح الاثنين باك دول اخدكم اوريكم انا عملت ايه. مش هقول لك على يوم الخميس، يوم الخميس لسه ما بعتش الحاجه بتاعتي، بس عملت تريد خفيف كده في وسط الاسبوع. ممكن تيم سيزون، انا اسف والله والله انا اسف، بس يعني معلش يعني في ريست اوف ذا وورد محطوطين في الباكس، يعني انت ممكن تديني تيم سيزون معفن انا ما عنديش مانع. الانجليزي نايس والله. لا بس في تطور، في تطور في اللاك يعني. ما انا حظي مش كده يعني، انا حظي يعني مش متعود على كده بصراحه في فيفا 20. بورز يا رب تيم سيزون بقى نختم بيها. ايكون ايه ده ايكون؟ بسم الله برتغال فيجو. اوف اوف فيجو برايم نايس. اوف فيجو برايم والله اقول لكم يا جدعان، والله اقول لكم ان الحظ حلو، والله اقول لكم ان الحظ حلو. انا متفائل بالنهارده ما اعرفش يا اخي. من اول من ساعه الامتحان جه وانا كنت قلقان من الامتحان اصلا. جه الامتحان، الامتحان كان سهل ما اعرفش، وجيت اديك شفت كيميتش وبنزيما مع بعض فيجو تريدبل. هو فيجو كده كده مش هيعدي على ما اظن دلوقتي 300 مثلا في الرينج ده، بس تمام 300,000 كوين وانا ما عادش حاجه يعني. جالي في الايكون واو ده اول. ايه ده يعني كده ده اول ايكون طبعا ليا في فيفا 20. فيفا 19 جالي ايكون ياشين تقريبا في قبل ما اخر باك في فيفا 19 كان جالي ياشين. واو 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 واو. انا قلت لكم والله انا عايز تريدبل باكس المره دي. يعني فيجو ده كان جالي انتريدبل انا كنت هتضايق، بس فيجو تريدبل نايس 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 فشخ نايس فشخ نايس فشخ. يعني مش عارف اقول لك ايه والله، بس لا يعني في لا في فرق في الحظ والله العظيم. النهارده الحظ حلو حلو جدا حلو جدا. يعني بنزيما كيميتش لويس فيجو وتريدبل. يعني لويس فيجو انا عايز بس اشوف بكام. انا دلوقتي متوقع سعره في ال 300، لو اعلى من كده بصراحه انا هنبهر يعني. رويس معاه طيب وشيزني اوف. بسم الله الرحمن الرحيم. 300 صح؟ ايوه 300 اوف. طبعا كان نفسي طبعا في المومنتس بتاعه، بس يا اخي حلو حلو هاي لو الواد تريتس حلوه يا اخي. لا الكارت حلو حتى يعني، حتى ده لو كان جالي انتريدبل لينكاته حتى حلوه بتاع حلو حلو. يعني ده يتباع ب 300 تقريبا دلوقتي 340 مع رويس مع شيزني. واو 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 واو. يعني انا لا 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 يا جدعان والله العظيم ده من احسن الباك لوك تقريبا اللي جالي فيفا 20 كلها كده. انا كسبان من الجوائز دي. واو لا انا كسبان كتير يا اخي من الجوائز دي. بص بنزيما اصلا باعه بكام؟ بص بنزيما انا بايع بنزيما ب 520 وجالي في البيكات حلو جدا. طبعا ده هوملز كسبان فيه مبالغ. اي كلين شايفينه انا كسبان فيه 5، امبابي كسبان فيه 30، ده ليزي باي اصلا انا عرضته واحد اشترى بالغلط تقريبا او عمل بيد عليه بالغلط. كان سعره عمرك ب 125 انا شاريه ب 115 فقشطه الواد غلط. اوباميانج ده جالي في باك، لوريس جالي في باك، لابورتات دي كلها شاريها ب 18، ايكاردي كنت انا شاريها زي ما بقول لكم يعني. بس الحاجات اللي لبست فيها هاملز انا معايا لسه نيمار فيجو تمام. الحاجات اللي معايا اللي لبست فيها يعتبر هاملز. هاملز ده انا شاريهم كلهم بنفس السعر. بص
جايبهم 78 80 في الرينج دي كلها. كنت متوقع طبعا على يوم الاربع انا هنزل لكم فيديو هتكلم بصراحه على الجوائز وجوائز راحه فين وليه اصلا عملوا كده، ان هيرجع في الاغلب هيرجع تيم اوف ذا ويك في الباكات، وهرجع اتناقش في كده وده هياثر ازاي على الماركت. هعمل طبعا فيديوهات على كده وتمام. بس انا متوقع يوم الاربع الجاي هينزل الباكه بتاعه التيم اوف ذا سيزون الالتيميت، فلو معاك هاي ريتد ما تغلطش وتبيع، خليهم معاك وهيجي هينزلوا كده كده. وانا شايف ان هاملز والحاجات اللي زي كده هترفع جامد. فبس انا بالنسبه لي خلي الكروت دي معايا. بروميس ده زاد 100000 تقريبا، ديونج زاد 100000، تكلفيكو زاد حوالي 20، جريزمان زاد حوالي 60، سانت ماكسيم زاد 200، سانت ماكسيم بمليون، انا شاريه بمليون، سانت ماكسيم دلوقتي على الماركت بمليون 150، وانا شايفه هيزيد. فبس انا شايف كده حلو جدا. ما حبش اطول عليكم، انا اظن كده طولت اصلا عليكم بان انا اوريكم الترانسفير ليست، بس حبيت اوريك يعني ايه اللي حصل معايا. ما تنسوش انا بكره ان شاء الله كده هفتح بتوقيت مصر الساعه 12 الظهر، هفتح التويتش وابدا استريم الجيمز بتاعتي في فوت شامبيون. يعني احاول ان انا اجيب ال 30 ماتش كلهم يوم الجمعه، لو ما قدرتش ممكن نلعب 20 الجمعه و10 السبت مثلا حاجه زي كده. وبس لو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك وتعمل شير وسبسكرايب، وما تنساش تتابعنا على تويتر بنتكلم هناك على طول. وبس اخيرا كان حظي حلو، اشوفكم في فيديو جديد، سلام.